لي 80% من الاسر المغربيه سيد الوزير كلها كتستهلك اقل يعني من التعريفه التدريجيه. الحل اللي قدمتيه اليوم على اهميته لا نعتقد بانه سوف يجيب على التساؤلات. المغاربه باغيين صندوق ديال كوفيد يتحمل هاد الزيادات هذه ويبقاو في المستوى لانهم تحملوا زيادات كثيره السيد الوزير، ما يمكنش انهم يتحملوا زياده واحده اخرى زياده على ان هذا الاجراء هذا عملتوه مع القطاع البنكي اللي اعطيتيه كيفاش انه يتحمل الفوائد ديال القطاع ديال السكن. ارتباطا بالمحروقات السيد الوزير، هذا موضوع خضع لاكبر عمليه تسييس يمكن يعرفها المشهد السياسي والحزبي، خصوصا بعد تهافت النظريه ديال التحكم، ولا هذا هو الشعار الابرز واللي غادي نبقاو نسمعوه الى يعني قادم من الاستحقاقات القادمه. لكن الاقرار ديال هذا التحرير، هذا الاجراء التحرير كفكره ممتاز مزيان، واخا هو من الاملاءات ديال بعض المؤسسات الخارجيه، ولكن الاجراء ديالو قبطنا المواطنين درناهم في مواجهه مباشره مع السوق الدولي بدون ما نديروا ولو تدخل واحد، لا على مستوى الضرائب نتحكموا في الضرائب او لا على مستوى التسقيف اللي سمعناه وسمعنا السيد وزير الحكامه السابق يبشرنا بنتائجه، ولكن للاسف يعني لم نستمع الى ولم نرى شيئا. كاين مجموعه ديال المغالطات الان يتم التمرير ديالها. ناخذ اليوم السعر ديال سعر الغازوا اليوم السيد الوزير 7.86 دراهم، التكلفه ديالو 3.50 دراهم، وانا هنا باغي نفهم اللي تيقول لك بان المحروقات خصها تتباع ب 2 دراهم و3 دراهم واش نسرقوه؟ الا سرقناه خصنا نخلصوه ب 3.50 دراهم، فما بالك 3.20 دراهم ديال الضرائب، بمعنى انه كنفوتوا يعني كنوصلوا لواحد 7 ديال الدراهم، كيبقى درهم واحد ما بين الموزع وهذا الشيء تكلمتوا عليه السيد الوزير. لا تي في ولا تيك 3.20 دراهم فيكس لا تتغير. تحرير اللي انا اسميه التحريق، يعني خلص صحيح انه حيد على الدعم على الماليه العموميه، وبالمناسبه ربحنا واحد 20 ألف مليار سنتيم، فينا هي؟ شنو عملنا بها باش نحسنوا القدره الشرائيه ديال المواطنين، خصوصا هادو دابا الان اللي كيكونسومي 150 كيلو وات لتحت، شنو عملنا لهم؟ شنو عطيناهم؟ خليناهم في مواجهه اللوبيات ديال القطاع الخاص، كيخلصوا المدرسه مضاربين مع اللوبيات اللي ما عرفتش انا الان كيستافدوا من بعض الامتيازات الغير مفهومه، غيتقال لي ما خداوش الدعم، خداو الدعم عن طريق الاجراء ديالهم اللي كانوا مشاو تسجلوا في سينيسيس وخذوا مجموعه ديال الدعم لهاد المدارس، غير مفهوم هاد التحكم وهاد الطريقه باش كتعامل هاد الحكومه. فواحد التوصيه مهمه يعني تفاعلتوا مع السيد الوزير ديال المنافسه، ولكن شنو هي النتائج؟ جاو شركات جديده، مي شنو هي النتائج ديال هاد الشركات الجداد؟ كلهم شركات صغيره ما كاين حتى شي تاثير على السعر، مزيان نفتحوا ولكن نفتحوا ليش؟ لفين؟ انا اعتقد بانه خصنا نديروا اجراءات، ماشي نبقاو نقولوا كلام اللي فقط يعني نوموا به المغاربه، خصنا نقولوا كلام اللي يكون منطقي. لا سامير الان، وهذا باش نولي موقف لسامير، نخدموا لسامير الان سيد الوزير، الحكومه هي اكبر دائن، عندها جميع الامكانيات باش تخدمها خدموها. هذا الحل دابا الان ديال كراء الخزانات شنو غيدير؟ واش غادي يفك الاشكاليات ديال المغاربه الان المتشردين العمال؟ لا اعتقد. فانا ما فهمتش علاش هذه النقاشات السياسويه الفارغه. المواطنين هما الحلقة الأضعف لأنهم تحملوا الصحة والتطبيب وزناهم الآن هذا الهم ديال المحروقات وهذا الهم ديال التحرير. فهذه الأزمة الآن يعني باش ما نطولش بزاف، هذه الأزمة هذه بالرغم من العلات ديالها أنا أرى بأن فيها مجموعة ديال المكرومات أعطتنا القدرة على أننا نميزوا من بين المجتهدين اللي نهنيهم، وخاصة هنا المهنيين اللي كيشتغلوا في قطاع ديال الغاز اللي هزوا البوطة والدواء الأزلال وأيتبع عمران ومناطق عديدة ووصلوها بنفس السعر، ولكن ثلاثة ديال القطاعات أساسية لم تكن في الموعد. أول القطاع ديال الأبناك تعاملت بسلبية، وهنا من فتحنا المنافسة على القطاع ديال الشركات، علاش ما نفتحوش المنافسة القطاع البنكي؟ شكون اللي عنده القدرة الآن يفتح الاستثمار في القطاع البنكي؟ عباد الله هادشي اللي كيعملوا الأبناك غير مفهوم. الثانيين هما المدارس الخاصة، كنحسوا بهم بحال لي شوشو، يعني كيتعاملوا معاهم بواحد المنطق ديال لا ما يغضبوش ما يتقلقوش، هذا غير مفهوم وغير منطق. ثم القطاع الثالث هما السياسيين الذين يتقاضون 3 و4 ديال التعويضات وكيجيو يعطيو الدروس، في حين بأنهم هما أحوج إلى تلك الدروس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. شكرا سيدنا المحترم، شكرا وأعطي الكلمة. شكرا سيدات السادة النواب المحترمين، حكومة واحدة، كنتم في الحكومة السابقة وعشتم إشكالات، نحن حكومة واحدة، اللي كيوفي كيوفي وكيعرفوا المغاربة شكون اللي كيوفي، قضية واضحة ومتبعينها المغاربة، ولا شي واحد ما كيوفيش يتحمل مسؤوليته. والاخوان ديال حزب الاستقلال راه كانت في الحكومه، راه كنتم عارفين شكون اللي كان ما كيوفيش معاكم، وداك المغاربه عارفين شكون اللي ما كيوفيش. وما غيمكنش ملي يجي هنا الواحد ينسى راسو واش كينتمي للاغلبيه ولا كينتمي للمعارضه. يمكن لي نتفهم ان الناس في المعارضه ينتقدوا الحكومه، واخا عندهم المعلومات، مع الاسف البعض عندهم المعلومات، ولكن لانه امام الراي العام لابد يكسب اصوات ديالهم. ماشي معقول
انتم عارفين بان الصندوق اسمع الاخوان انتم عارفين استاذه انتم عارفين بان الصندوق تعطى باش يعاون الاسر باش توفي بالنفقات ديالها ديال الدواء وديال الضوء وديال البوطه وديال السكر وديال السفر وما كاينش شي قطاع مشى دار دعم بوحدو انتم عارفين هذا الشيء ولذلك ماشي هنا باش نزايدوا وإلا كان الواحد في الحكومه خصومي يقول انا كنستغرب الحكومه شنو كدير الا ما عجبهاش الحكومه يقولها شي معقول الا ما عجبهاش يقولها ويمشي ياخذ القرار ماشي معقول في كل مره يجي يعبر اما الحكومه سيدي خذات قرار دخلت شركه جديده ما عجبكمش الشركه الجديده قولوها الراي العام ما عجبكمش اننا نديروا المنافسه قولوها الراي العام ما عجبكمش نبسطوا المساطر قولوها الراي العام ما عجبكش نديروا 3 مليار في التخزين قولوها الراي العام ما عجبكش ان نراقبوا الجوده نراقبوا الاتراسابيتي قولوها الراي العام استاذ لانك في الحكومه خصك تساندني خصك تقول لي برافو هادشي اللي دير ولكن زيد ماشي لانني لما نجي هنا ان دغيا نبدل واش انا فين يمكن الواحد يقول ملاحظات مره اخرى كنقدر الراي ديال الناس ديال المعارضه ولكن الاستاذ من البام يمكن لك تسول احد النواب ديالكم راه كان مسؤول في الاسامير ويقول لك التفاصيل كيفاش وقعت الاسامير حتى ولات جدته ما قديناش وشكون اللي كان كيتحمل المسؤوليه وخدينا قرار وتحملنا فيه المسؤوليه ومازال المجال مفتوح الرافيناج مازال كنتظروا شكون اللي ياخذ الاسامير ولكن مشينا خدينا قرارات ان الشركات الفرعيه اللي تابعه لسمير نضنا عاوناها في الوزاره وفي الحكومه باش تشتغل عندها عده شركات الان كتشتغل وعده شركات بدات كتربح وبها باش كيتخلصوا العمال وكيتخلصوا الموظفين وزدنا اليوم انتظرنا الحكم ديال القضاء اللي عطانا اليوم الامكانيه نخدموا الخزانات حنا الاخوان نتوما عارفين القانون حيت كاين البعض واش ما يمكنش نزيدوا على بعضنا راه كاين قانون كل مؤسسه عند الدور ديالها الحكومه ما يمكنش تدخل في القضاء ما يمكنش تدخل في المجلس المنافسه كل واحد لكن الحكومه اللي مزوم عليها دير المنافسه دير التخزين 3 مليار مشينا خدينا الراي ديال القضاء يمكن ليها دير تبسيط المساطر ولينا كنعطيو 190 رخصه ديال المحطات بعد ما كانوا كيعانيو الناس اللي كيستمروا في المحطات هذا كله كان اعمال كنقوموا بها اما فيما يتعلق بالغلاء ديال الفواتير مزيان تعطيونا ملفات باش نعرفوا شنو هو الغلاء الا كان شي شركه كتجاوز القانون البلاد هنا الدوله هنا والحكومه هنا باش تواجه اي اللي كيتجاوز القانون والمكتب الوطني الاخوان دار تسهيلات وعلن عليها لان البعض تيقول عطيونا المعطيات راه جينا وقلنا شنو كاع التسهيلات اللي كيدير المكتب الوطني تسهيلات وقلنا 6 شهور ولا ما كفاش 6 شهور يمكننا نزيدو ما كاين باس هادو طبعا حنا كنقدروا الظروف ولكن ما كاينش قضيه الغلاء داك الشيء اللي يستهلك الواحد طبعا الا كان شي مقترح للصندوق ديروا مقترح للصندوق ديروا له مقترح ماشي فقط عيب هذا الشيء راه كاين حتى الادويه كاين حتى المواد الغذائيه كاين حتى امور اخرى باش تكون الامور يعني منسجمه الواحد يكون عنده واحد النوع من الانسجام القضيه اللي قلت يا استاذ بان ما كنعطيكمش المعلومات حول الاستكشافات ماشي معقول قلتها جاوبتك استاذ جاوبت كم من مره هنا جاوبت كم من مره هنا قلت ما عندناش المعلومات ودزت في اللجنه واللجنه عطينا فيها التفاصيل ديال الاستكشافات اللي كاينه وقلنا شحال عندنا في الغرب وشحال عندنا في الصويره وشحال جايه في تندراره وشحال كاين من شركه في البحر وكاين شركه في وكيفاش كنشتغلوا باش نجيبوا الله غالب باقي لحد الساعه ما كاينش شي مخزون كبير باش يمكننا يجيونا شركات كبار حنا كنحاولوا نطلبوا الله ولكن دابا هاد الشويه اللي كاين راه عطينا به الارقام شحال شي فرد افير شحال كيخدموا وشكون كيستهلك هاد الانتاج وكننتظروا باش ان شاء الله تندراره ان يمكن ليها تشتغل في احسن الظروف اخر نقطه اللي يمكن لي نقولها هي العالم القروي الا الساده البرلمانيين والبرلمانيات يقولوا ما دار والو في العالم القروي تقولوا مازال كاين نقص متفقين راه 99% العالم كيكتب هاد قصه النجاح ديال المغرب هذه 20 سنه ما دارتهاش الحكومه هذه هذا واحد المسار مشات فيه البلاد ديالنا لا في الولوج الطرقات ولا في الماء ولا في الكهرباء ولا في عدد كلنا ساهمنا فيها باقي نقص تقول لي 1% كما قالوا الاخوان واحد المناطق نمشيو ليها انا متفق معاك هذا عمل خصنا نتعاونوا عليه ولكن راه خص تعرفوا شحال ديال الاستثمارات راه الملايير ديال الاستثمارات هذه قصص نجاح ديال المغرب كنتمنى اللي في الحكومه يدافع الحكومه واللي في المعارضه يمارس المعارضه وكاين معلومات جيده السلام عليكم شكرا.